السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سريعا كده، انا مش هتكلم كتير عشان الوصفة بتاعتنا خطواتها كتير ومش عايزة اطول عليكم، بس اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. يلا بقى على طول كده اعمل لكم وصفة فظيعة يا بنات للجير المتراكم في الاسنان. هعمل لكم معقم للاسنان مضمضة رهيب، هيخلي ريحة بقك ده تحفة لو استمريت عليه. يلا بقى بسرعة كده خليكم معايا، هنعمل المضمضة في الآخر وهنعمل مبيض الأسنان ومزيل للجير والكلام ده كله دلوقتي. أول حاجة معانا ودي أساسي معانا في الوصفة يا بنات، أساسي لازم تحطيها، الملح. هنحط معلقة من الملح، معلقة صغيرة، أنا مش هعمل كمية كبيرة عشان الوصفة بتاعتي النهاردة ما ينفعش تفضل عندك أكتر من 3 أيام، تفضل عندك 3 أيام تستخدميها، لكن بعد كده خلاص مش هينفع تستخدميها. وهنحط ليمون، والتزموا يا بنات، التزموا بالحاجات اللي بحطها وهيفرق معاكوا جدا جدا. الناس اللي بتعاني من اللي عندها جير، الناس اللي بتعاني ان عندها دايما تسوس، استخدموا الوصفة دي وهتفرق معاكوا بإذن الله ان شاء الله يا رب تدعولي. وهنبتدي نقلب كويس جدا الملح، ملح الطعام العادي بتاعنا يا بنات. ملح الطعام ده رهيب رهيب للأسنان ومعقم، وحتى انت لو روحتي يعني عند دكتور او في اي مشاكل في اسنانك يقول لك اتمضمضي بميه وملح. وهنحط دلوقتي ايه، هنحط معلقه صغيره من الكركم، والكركم بتاعنا انا عايزاه ساده، يعني كركم مش عليه اي اضافات. على فكره في عند العطار والناس اللي بتبيع كركم والكلام من ده بيحطوا عليه معزز للالوان، بيحطوا عليه حاجات كده اضافيه تخلي الاكل يعني ليه طعم ونكهه وريحه وكده. فاحنا عايزين الكركم بتاعنا يبقى ساده، ما عليهوش اي حاجه. ويا ريت تقولي للعطار ان انا عايزاه ساده. تمام، قلبي كويس جدا جدا، شايفين الخلطه بتاعتنا كده تمام قوي، انا مش عايزاها تبقى سايله عن كده. قلبي كويس، ومعانا الاضافه ثالثه. خلاص يا امارات، قلبنا الملح مع الكركم مع الليمون، تقليب كويس كده زي ما انتم شايفين. انا والله بحاول اختصر على قد ما اقدر. هنحط الاضافه الرابعه بتاعتنا ايه، زنجبيل. لاحظوا ان احنا كل حاجه بنحطها تقريبا ليها ريحه حلوه، غير ان هي هتخلي الجير اللي في اسنانك ينزل كده مع الاستمراريه. ده هتستخدميه على فكره، الناس اللي مستعجله بقى وعايزه تبيض اسنانها بسرعه يعني تستخدميه كل يوم اول 3 ايام كده، بعد كده لان هي الوصفه قويه جدا، بعد كده هتستخدميه مره او مرتين في الاسبوع عشان حفاظا بس على انك تحافظي على اسنانك تفضل لونها فاتح كده وجميله. شايفين احنا مش مزودين الليمون، انا عايزه القوام بتاعه كده. والتاني تاني بقول لكم انا مش مزوده الكميه علشان الوصفه بتاعتي دي بتفضل 3 ايام بس، يعني استخدميها وحطيها في علبه وفضلي استخدميها 3 ايام تمام جدا، واعمليها كل ما تحتاجيها. هنضيف ايه بقى دلوقتي يا بنات، وده اخر مكون معانا في الوصفه الاولى. هنضيف معجون اسنان، ويا ريت تجيبوا معجون اسنان نظيف. تمام، وهنقلب كويس جدا. معلش في ناس بتدخل بتقول اختصروا وكده، بس صدقوني لازم اخلي كل حاجة تاخد حقها، ولازم اقول لكم الوصفة بما يرضي الله علشان ربنا يكرمنا. شايفين انا عايزاه بالشكل ده، انت كده عملتي وصفة يعني اكتر من جبارة، يعني دي احسن من اغلى حاجة تجيبيها لازالة الجير، حلو قوي قوي. تمام كده، تمام كده، احنا هنسيب ده اصلا لما تعملي ده وهتستخدميه اعمليه قبل ما تستخدميه بربع ساعة، ربع ساعة تسيبيه كده لما الحاجات تتفاعل مع بعضها. هنعمل ايه بقى دلوقتي، هنعمل المضمضة. المضمضة دي مهمة جدا وهتخلي ريحة بقك تحفة، وتقدري تحتفظي بيها في ازازة كده او في اي حاجة عندك، تحطيها في التلاجة وتفضلي رايحة جاية كده ايه تتمضمضي بيها. اول حاجة معانا كده ايه، كوباية من المية السخنة زي ما انتوا شايفين كده، تمام كده المية دي سخنة يا بنات.
ويفضل كمان تكون مغلية، بس انا غليتها قبل ما اشتغل وبقيت باردة. تمام. وهعمل ايه دلوقتي؟ هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الملح. الملح من الحاجات المهمة جدا لتعقيم الفم ومسكن للآلام، لآلام الأسنان، مسكن رهيب حلو جدا. تمام. هنبتدي نقلب الملح بتاعنا كويس. تمام كده، يبقى معانا مية سخنة ومعانا ملح بس. هنحط ايه تاني بقى دلوقتي يا بنات؟ هنحط حاجة مهمة، هنحط معلقة من الخل الأبيض العادي، بس طبعا يفضل انك تحطي خل تفاح. لو عندك خل تفاح حطي معلقة من خل التفاح كده. انا هحط خل أبيض عادي، طبعا بيمشي الغرض برضو بس يفضل يكون خل تفاح. وهنقلب كويس جدا. وهنحط المكون الأخير اللي هو بقى حاجة كده رهيبة، حلوة قوي قوي قوي، ما تستغنوش عنه أبدا يا بنات لأسنانكم. تمام. هنحط قرنفل، هنحط معلقة كده صغيرة من القرنفل زي ما انتوا شايفين كده. وهنقلب. خلوا بالكم المية بتاعتي بقت باردة، المية لو سخنة يعني هيتفاعل. انا هرجع اسخنها تاني على فكرة مع بعضهم كده، بس انتي خلي المية بتاعتك مغلية. انا كنت غليها قبل ما ابتدي اشتغل يعني، بس بقت باردة. هي طبعا هيطلع اللون ده وهيطلع الريحة بتاعت القرنفل اللي ريحته الفظيعة، والزيوت اللي فيها تطلع وريحته، فهتعمل لك تعقيم جميل جدا جدا، وهتخلي ريحة الفم بتاعك كده حاجة كده زي العنبر يعني، فظيع قوي قوي. خلاص احنا ده يعني سواء المضمضة او الوصفة بتاعتنا بتاعت ازالة الجير وتبييض الاسنان، مش هتستخدميها على طول، لازم تسيبيها حوالي ربع ساعة قبل ما تستخدميها علشان يتفاعلوا مع بعضهم كده ويبقوا ايه تمام يعني جاهزين للاستخدام. هتستخدموهم ازاي؟ لو انت عندك جير كتير في اسنانك واسنانك غامقة جدا، هتستخدمي دي 3 ايام ورا بعضهم، 3 ايام ورا بعضهم، وان شاء الله باذن الله هتتخلصي، صدقوني حرفيا هتتخلصي من الجير اللي في اسنانك، وهيفتح لك اسنانك جدا، هيخلوها بيضه زي اللؤلؤ. وده برضو لازم تسيبيه كده حوالي ربع ساعه، بتتمضمضي بيه كل يوم عادي اول ما بتصحي من النوم وانت رايحه تنامي. لو عايزه ريحه فمك كده تبقى حلوه وما فيهاش اي ريحه مش لطيفه ومش ظريفه. وحاولوا دايما تنضفوا اسنانكم، وحاولوا دايما تجيبوا اللي هي اللي في الصيدليه اللي بتنضف بين الاسنان دي، هتفرق معاكم جدا يا بنات، وان شاء الله باذن الله تستفيدوا. يا رب اقدر اكون قدرت افيدكم ولو بحاجه بسيطه. يا رب. اتمنى منكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واللي عايز اي حاجه يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله باذن الله هعملها لكم. بس جربوا الوصفه دي وباذن الله يا رب باذن الله يجعل فيها كده خير ليكم وتستفيدوا بيها. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.